الخير واهلا وسهلا فيك. الاعلاميه والفنانه وسيده المجتمع والصحفيه والكاتبه والزميله والكاتبه اكيد طبعا ريما نجم، بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيك معنا بتلفزيون مستقبل وبحلقه مميزه من طال السهر. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك ريما، يعني كان عنا صبحيه انا وياك بعالم الصباح، هلا مسويه. هلا مسوية بس هذيك الصبحيه كثير اخذت سكسي ان شاء الله يا رب. الناس بتحبك كريم. ميرسي ريما. وبتعزك وبتحس انه انت اختهم ورفيقتهم ومن بيتهم ومنهم وفيهم. كلك ذوق ريما، اهلا وسهلا. نفس الشيء خلي لي اياكي. ثانك يو. وانت كمان اكيد ريما. ريما طبعا بلشتي بعالم التلفزيون بالبدايه وانتقلتي مؤخرا الى الكتابه والشعر والكتب، ليه هالنقله؟ يعني لما ابتديت تلفزيون بذور الكتابي وهالموهبة موجودة فيي من طفولتي، بس بمجرد ما دخلت على التلفزيون ابتدأت هالأمور تتفتح، ما أخذت حقها وما خرجت كما يجب إلى حيز النور لأنه كنت منصرفة إلى أعداد البرامج وتقديمها، بس بنفس الوقت كنت عم اشتغل على الكتابة، بس لأنه كنت بعدني كمان بمرحلة الدراسة لأنه ابتديت بسن مبكرة، فلا الكتابة موجودة من الأساس وكان في محاولات. ما بقدم حالي شاعرة، بعتبر كل نص بكتبه شعري أو في نفس شعري هو محاولة شعرية، لأنه صفة شاعر صفة كتير كبيرة، فيها شيء من السماء، فيها شيء من الوحي والإلهام. ليس كل من يقدم نفسه شاعر هو شاعر، وليست كل من تقدم نفسها شاعرة هي شاعرة. هنالك شعراء وشاعرات أو شواعر بلا قصائد، وهي من آخر مقالة نزلت بمجلة أحلى الناس، شعراء بلا قصائد، وأنا أقصد هذا العنوان لأنه فعلا في ناس بتدعي فن الكتابة بتدعي فن الشعر. على فكرة كارين، يعني هيك إذا حتى إذا بنبرم وجهنا يمكن والمشاهدين وبنسمع صوتها لريما، يعني بنتذكر وقتها كنت تطلع على شاشة التلفزيون. حتى يعني الأسلوب والصوت الحلو والإلقاء أهم شيء. صح. كمان كان بدي أسأل عن ميشيل، عن هالرواء بالصوت، يعني في رواء، في مخارج الحروف توناليتي. توناليتي. في مخارج حروف سليمة جدا. بتحس أنه فيك تسمع ريما وقت كتير طويل ومرتاح. ما بيزعج. هل هالشيء أتقنتي يعني مع الوقت؟ بتحسي اشتغلتي عليه ولا بتحسي أنه أجا هيك طبيعيا معك؟ وكيف بتشوفيهم هلأ اللي عم بيقدموا؟ بس مش اليوم، مش نحن. انتوا بتجننوا. لقلك شغلي، هيدي بتبقى ملكي موجودي، هيدي الشغلي موجودي عند الوالد الله يرحمه. يعني والدي كان من الأشخاص المفوهين المتكلمين. طبعا ما عم بنسب هالأمر لنفسي، بس إذا بطلع نقطة بحر بي الله يرحمه بكون بيتي بالقلعة. كان من الأشخاص اللي لما بيكون مثلا كان ملقب بأمير المنابر، لما يقف على المنبر يقصر الحضور ويكمش الجو مثل ما بينقال بالتعبير الشعبي. فأنا عندي هذه الملكة، يعني يمكن بنت أبيها وأم أبيها إذا بدك بهالأبعاد. فأنا اكتسبت هذه الملكة، ومع الوقت طبعا نميت وترعرعت بالممارسة وبالصقل وصلت لهم. وشو رأيي بالموجودين؟ كل إنسان عنده طاقة هو بيشتغل عليها بيكون هو الكسبان. الموجودين خير وبركة، وفي كتير ناس زميلات وزملاء عندهم موهبة وعندهم معطيات وعندهم إمكانيات. بوجه لهم تحية.